السلام عليكم شباب، هذه المحاضرة الثالثة بالنسبة للشابتر العاشر، وهي محاضرة رقم 11 بهذا السمستر. هذا الفصل راح نتكلم على النوع الدورة الثالث، دورات المحرك ودورات المحطات توليد الطاقة الكهربائية. هاي الدورة اسمها Ideal Reheat Rankine Cycle. احنا اذا تذكرون محاضرة سابقة اخذنا Rankine Cycle، هذه نفس Rankine Cycle لكن نسميها Reheat. مرات يجيب لك اياها بالسؤال، يجي يقول لك Reheat Cycle، ومرات يقول لك Reheat Rankine Cycle. هي نفسها دورة اعادة التسخين. هاي الدورة شنو؟ اذا تذكرون احنا بالسابق المحاضرة السابقة كانت الرانكين سايكل هي تتكون من بامب ثم بويلر وبعدها توربين وبعدها كوندنسر. يعني البامب يضخ لي الماء، يدخله الى البويلر، البويلر يسخنه، يطلع هنا بخار محمص اللي هو سوبر هيتد فيبر، يدخله الى التوربين حتى يفر لي الريش مال التوربين، يفر لي المحرك العفو البشارات مال التوربين، ومن ثم يخرج من الجهة الثانية. من يخرج من الجهة الثانية وين كان يروح؟ كان يروح مباشرة إلى الكوندنسر، يتكثف يرجع مي، وبالنتيجة ترجع السايكل مرة ثانية تشتغل بنفس الطريقة. هنا اللي راح نسوي، شفنا انه هذا من يدخل سوبر هيتد، يدخل يفر التوربين، يخرج ميكستشر. اذا تتذكرون هسه خلي اذكركم بالرسم هذا، ثلاثة سوبر هيتد من كان يخرج من أربعة، إذا تذكرون في السايكل يخرج أربعة هنا بالضبط، هنا الأربعة، الأربعة هنا معناته ساتشوريتد ليكويد زاد فيبر. هذا شنو سوى هنا؟ يعني معناته خرج جزء ليكويد وجزء فيبر، ما راح يعطيني الكفاءة العالية. أول شيء معناها هذا إنه هو في داخل التورباين إيش صار في جزء من عنده برد وتكثف، جزء من البخار برد وتكثف فصار رطب او صار ب ووتر سائل، هذا راح ياثر على البشارات مال التوربين، مرور الزمن يسبب بها تاكل. فحتى اسوي كفاءه عاليه واتخلص من هذا التاكل اللي يصير عندي بالتوربين، ايش قام يسوي؟ قال انا ليش اخليه التوربين يوصل، يعني يدخل بالتوربين سوبر هيد، من يخرج ليش اخليه يوصل مرحله انه يخرج كومبرسر، عفوا يخرج الحاله ليكويد زائد فيبر، ليش ما بنص الطريق هنا ارجع اعيد التسخين مالته، اسوي له ريهيت، يعني اخلي توربينين مكان توربين. زين مجموعهن خليت توربينين مكان توربين، ذيك السايكل السابقه كانت توربين واحده، اخلي توربين مجموع من التوربين يعطيني قوه اكبر من التوربين اللي كان موجود بالسايكل السابقه، لكن من اجي اقسمهن ذني قسمين القاهن هن توربينات اصغر من التوربين الواحد اللي كان بالسايكل السابقة، لكن مجموعهم يعطيني أكبر. فشنو الفائدة، شنو اللي استفاديت من هذا؟ قال إنه أني هذا يجي السوبر هيتد فور التوربين الأول ويخرج سوبر هيتد، يخرج سوبر هيتد لكن أبرد شوية، بس ولا يزال سوبر هيتد، لا يزال بخار. فش أسوي له؟ أرجع أسخنه، أرجع مرة ثانية إلى نفس قيمة النقطة رقم 3، زين اللي راح نسميها رقم 5، ومن ثم ادخلها على التوربين الاخر. شد لي ايش اللي راح يعطيني؟ راح يعطيني كفاءه اعلى بالعمل، لان هذا حجم هاي التوربينين هي اكبر من حجم ذاك التوربين بالسايكل السابقه. وبعدين من يخرج راح يخرج ساتوريتد ليكويد زائد فيبر. فهسه نشوف الشيء اللي راح يصير قبل لان هذه شوفها بالسوى الخارج منه، دخله للبويلر، نفس البويلر يعني سخنه مرة ثانية ومن ثم أخرجه ودخله بالتوربين
الآخر. طيب فهسه تشوف النقطة رقم 3 اللي هي سوبر هيتد، 3 إلى 4 هذا التوربين الأول قبل لي يصير يدخل بالساتشوريتد ليكويد زائد فيبر، ايش سوى؟ خرج من التوربين، دخله مرة الأخرى بالبويلر، سخنه، رجعه إلى نقطة رقم 5، ومن ثم نقطة رقم 5 هاي 5 إلى 6 هي هاي التوربين الثاني. زين، فتشوف النقطة رقم 6 صارت بالساتشوريتد ليكويد زائد فيبر. هسه من هاي السايكل، هاي السايكل مالتنا هذا اللي راح كل سؤال يجينا راح نرسم هاي السايكل هذه اللي موجودة هنا والتي اس دايجرام مالتها نرسمه هنا. طبعا 1 إلى 2 هو هذا اللي يمثل حتى نشوفه هنا، خليت لكم اياه الرسم. 1 إلى 2 يمثل لي الكومبريسر البومب العفو، 2 إلى 3 يمثل لي البويلر، شوفوا 2 إلى 3، و3 إلى 4 هي التوربين الأول، و5 إلى 6 تمثل لي التوربين الثاني، و4 إلى 5 تمثل لي البويلر مرة ثانية، 4 إلى 5 اللي راح يدخل بالبويلر مرة ثانية وهكذا. بس اكو ملاحظة اسألوا عليها يا جماعة لكم شباب المحاضرة السابقة. هسه احنا اذا تلاحظ هاي نقطة رقم 1 اذا يعطيني اي قيمة بها انا الحالة اعرفها. ليش؟ لانه شوف 1 دائما دائما وابدا تقع على هذا الخط اللي هو خط الساتشوريتد للساتشوريتد فيبر. اذا حالة نقطة رقم 1 ساتشوريتد فيبر. نقطة رقم 2 هي بالكم كومبرس ليكويد، ودائما قلنا اذا كومبرس ليكويد هم اعتبرها شنو ساتشوريتد فيبر. لكن وين السؤال؟ 2 و3 وقعت على نفس هذا الخط، هذا اللي مثل الدرج. هذا الخط شباب بالتي اس دايجرام يبين بهالشكل، لكن بالبي في دايجرام شو يبين هذا الخط؟ 2 و3 يبين خط مستقيم. ليش؟ لانه الضغط ثابت بين 2 وبين 3، فمن اشوف 2 و3 وقعت على هذا الخط اقول انه هاي ضغط الاثنين يساوي ضغط الثلاثة. وكذلك 5 و4، 5 و4 هذا لو نريد نكمله يصير بهالشكل بالضبط همين مثل هذا الثلاثة 2 و3، ف5 و4 اثنيناتهم ايضا واقعات على نفس الضغط يبينن بهالشكل بالتي اس دايجرام. لكن من اجي ارسمهن بالبي في دايجرام، وطبعا رسم معقد رسم البي في دايجرام يخربطك ما يفهمك، ولهذا ما رسموه بهاي السايكلات، ما مطلوب من عندك لانه ممكن يعقد لك الامور اكثر. لكن اللي اريدك تعرفه انه 5 و4 راح تكون اثنيناتهم نفس الضغط بيكون الساد. بعد 6 و1 اثنينات صارت على نفس هذا الخط، ايضا هذا الخط بالتي اس دايجرام يبين بهالشكل، لكن بالبي في دايجرام يكون على خط مستقيم. معناها هسه اللي اريدك تعرفه انه ضغط 6 يساوي ضغط 1 دائما، وضغط 3 يساوي ضغط 2 دائما، وضغط 5 يساوي ضغط 4 ايضا. هذا الكلام دائما في هاي الاسئله. خلينا نشوف السؤال الاول. هسه هذا ناطيني هذا السؤال، عندي الـ steam و reheat cycle. من رأس reheat cycle أنا أرسم هاي الـ cycle، نعطيني P3 الضغط الثالث، P3 نعطيني أنا رأس أنا أقول يساوي P2، ولهذا كتبت هنا أنا P3 يساوي P2. نعطيني T3 T maximum درجة حرارة النقطة رقم 3، وبعد شنو نعطيني إذا تلاحظون نعطيني P4 موجودة عندي، وانا اتفقنا قلنا P4 هي نفس P5 اعتبرتها نفس القيمة ايضا كتبتها. ونعطيني T5 درجة حرارة، لانه هو ورا ما سخ هذا كان سوبر هيتد وصل هنا، طبعا هو هم سوبر هيتد 4 لكن شوي حرارته شنو اقل، فرديت سخنته رجعته الى T5 اللي هي بهذا السؤال ساوت لي T3. زين، ونعطيني ايضا P6 ايضا حسب ملاحظتنا اللي قلناها سابقا ان بي 6 هي تساوي بي 1. طيب شنو يريد من عندي؟ يريد من عندي الكفاءه، يريد من عندي الاكس 6 كفاءه المنظومه كلها، ويريد من عندي الاكس اكس، ويريد البلوت التي اس دايجرام. ها طبعا احنا رسمناها بهذا التي اس دايجرام اكس 6. ليش 6؟ احنا وين صايره؟ بالليكويد زائد فيبر معناته خليط، معناته ميكستشر، واذا ميكستشر لازم عندي اكس كواليتي، فده يريد قيمة الاكس بهاي المنطقة.
بهيج نوع من الأسئلة يا شباب، ما أفكر شي يريد من عندي، يعني يريد مني الكفاءة وأظل حائر بالكفاءة وشلون أطلع الكفاءة. لا، أول شي يا شباب طلع قيم المعلومات مال كل نقطة، أسهل لك. حاول تبحث عن معلومات كل نقطة من تجهزهن كلهن كاملات. هالمرة تجي شو تريد تطبق، الكيو ان الكيو اوت كلها اللي شو اسمها راح تلقاها موجودة عندك. فنبتدي بنقطة متوفرة بها المعطيات ونشتغل على البقية. فإذا نلاحظ راح نبدي بنقطة رقم واحد. شوفوا نقطة رقم واحد نعطيني الضغط مالتها والحاله مالتها. احنا اتفقنا واحد هي دائما وصاير على ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد ليكويد، فهي الحاله ساتوريتد ليكويد. فوين راح بسنجل راح جدول ساتوريتد ووتر عند الضغط وعند الحاله. زين، راح جاب التمبرتشر تي 1 وراح جاب اتش 1 اللي هي اتش اف. ليش اتش اف؟ لانه احنا نقول الحاله هي ساتوريتد ليكويد فاختار الاتش اف. كذلك اخذ البي 1 اللي هي في اف، اخذ الاس 1 اللي هي الاس اف. هسه قال عندي النقطه رقم 3 همين معلومه عندي، نقطه رقم 3 عندي الضغط مالتها وعندي الحراره مالتها. السؤال نعطيني اياها، فضغط وحراره اقدر اشيك، شيك الحاله شافها سوبر هيتد. هسه وين راح؟ عاف جدول الساتوريتد اجي على جدول السوبر هيتد. ليش؟ لانه الحاله طلعت سوبر هيتد. فمن اجي على جدول السوبر هيتد نفس الضغط ونفس الحراره ايش طلع؟ طلع الاتش يا اتش اتش 3 لانه بده يشتغل بالبي 3 والتي 3. طلع الاتش اتش 3 وطلع الاس 3. طبعا هاي الاس 3 هياتها. احنا اذا نلاحظ الاس 3 والاس 4 صايرات على خط مستقيم واحد، مو هذا معناته S3 تساوي S4. فكتبنا هنا S3 تساوي S4 راح تفيدني بالمستقبل. شوف لحد الآن أنا ما بطلع المعطيات اللي يريدها بالسؤال كله، سدا أطلع القيم مال كل النقاط حتى تكون عندي الأمور سهلة. هسه أجي على نقطة رقم 5، قال أنا 5 عندي الضغط مالتها وعندي الحرارة مالتها أيضا بالسؤال ناطيني إياها. فشيك الحالة شافها سوبر هيت، فبما أنه سوبر هيت ترك جدول الساتوريتد اللي تشيك به الحالة، أجي على جدول السوبر هيت. ايضا عندي الضغط نفسه هو ونفس التمبرتشر، فطلع الاتش 5 طلع الاس 5. وش قال؟ قال الاس 5 تساوي اس 6. ليش باوع؟ هسه هاي 5 طلعنا الاس مالتها، واس 5 واس 6 هم صارت على خط مستقيم واحد، معناته الاس 5 تساوي الاس 6. طيب هسه اجى ايش قال؟ من جدول الساتوريتد عندي قيم النقطة رقم 6، قيمة النقطة رقم 6 عندي، وأعرف الحالة ليكوزاد فيبر. شوفها ليكوزاد فيبر صايرة بالليكوزاد فيبر، وهو أصلا بالسؤال قال لي طلع قيمة الـ X6. من قال لي قيمة X6؟ وكأنه نوه لي أو نطاني إشارة أنه الحالة السادسة ترى هي ليكوزاد فيبر. فجيت على الجدول مال ليكوزاد فيبر، العفو مال ساتوريتد، عندي ال بي. فبما انه الاكس هنا يعني الليكوزاد فيبر معناتها الاس 6 هي مو اس وانما اس اف زائد اكس اس اف جي. فاروح من الجدول اجيب الاس اف واجيب الاس اف جي، وعند او الاكس هو يريد من عندي الاكس والاس 6 موجوده. ليش؟ لانه هي تساوي الاس 5 طلعناها فوق، فطلعت قيمه ال x6. هسه اقدر اطبق نفس ال x في بالمعادله الثانيه اللي هي مال ال h6 همين hf زائد x hfg. اطبقها هذا اني اجيب هنا من hf وال hfg من الجدول، وال x6 هاني هسه جبتها من السؤال، فراح تطلع عندي قيمه ال h6. هسه تقريبا كل معطيات النقاط اللي نقدر نطلعها طلعناها. فهسه من اجي اريد اطلع مطلوب السؤال، اجي بدا بالبروسيس 1 2 1 2 1 2 اللي هو مال من؟ مال البامب. اجي اطبق للقانون الاول الثرموداينامكس، قال انه الكتل المتساويه يعني نضرب بها كاينتيك البوتنشال انرجي. احنا عاده بالبامب صفر، لانه لا عندي سرعه ولا عندي ارتفاعات. اذا تروحون
الشابتر مال السيدي ستيت فلو، الكيو عندي صفر، فاجي اصفرها من قانون اول من ثيرموداينامكس، صفر عندي هذا القانون اول ثيرموداينامكس بدلاله الاتش اي الاتش اكزيت والاتش الليت، لكن هسه انا عندي بدلاله الواحد والاثنين. ليش؟ لانه الدخول واحد والخروج اثنين، فحولتها واحد واثنين. زين، قسمها على الام دوت، ليش يريد يخلص من عندها؟ لان ما عندي قيمه الام دوت حتى هم اخلص من الدبليو دوت، راح يصير عندي دبليو العاديه، صارت عندي هاي المعادله. قال اني اذا تذكرون بالقوانين البامب، انا اقدر بالبامب اطبق الدبليو بامب يساوي الفي بي 2 ماينس بي 1. طيب هذه نفسها هاي اقدر اسويها، فسواها. ليش سواها؟ حتى من عندها يطلع قيمه الاتش 2، لانه اذا تلاحظون الشغله الوحيده ما قدرنا نطلع قيمها هي قيمه النقطه رقم 2. فبهاي الطريقه طلعنا الاتش 2 القيمه الثانيه اللي الاتش الثاني اللي احنا نحتاجها. فبهالطريقه قدرنا نطلع الدبليو بامب، نطبق واحدة من عندها، عندنا معادلتين، عندنا هاي وعندنا هاي، يا هي اللي معطياتها اثنينات المعطيات جاهزة، فطبقنا هاي طلعنا قيمة الدبليو بامب. هسه اجي اشتغل على التوربين، يا توربين توربين او الاول اللي هو 3/4، يعني 3/4 بدنا نشتغل. فايضا اجى قبل لا يطبق القانون اول ثيرموداينامكس، قال اني 3/4، لان 4 ما مطلعين معطياته، احنا طلعنا 3 وطلعنا 5 وطلعنا 6، 4 ما مطلعين معطياته. فقال 4 اني اعرف انه ضغطها نفس ضغط الخمسه، تمام؟ لو لا، مو تذكرون قلنا الخمسه اذا عندي ضغط هو نفس ضغط الاربعه صايرين على هذا الخط، وقلنا الاربعه الاس مالتها نفس اس الثلاثه، لانه صايرات على نفس الخط مال الايزوتروبيك. فمعناتها هسه صارت عندي قيمتين الاربعه، عندي قيمه الضغط وعندي قيمه الاس، فهذه اقدر اشيك الحاله. فراح اجيب الساتشوريتد ووتر، شيك الحاله، بي 4 عنده واس 4 عنده، شيكها لقاها سوبر هيتد. اذا يترك جدول الساتشوريتد يروح على اليمين على جدول السوبر هيتد على نفس القيم. زين، ايش طلع؟ طلع قيمه التي 4، قال اخاف احتاجها، درجه حراره بالنقطه 4. وايش طلع؟ طلع الاتش 4، طبعا هذا يكونهن بالانتربوليشن لانه ما لقى القيمه المضبوطه الحقيقيه، لقى بين لقى القيمه الفوق او الجوا، فاضطر يسوي انتربوليشن، وتكلمنا عليه انتربوليشن سابقا. طيب هسه اجى يريد يطبق بين 3/4 اللي هي التوربين الاول، طبق القانون الاول للثيرموداينامكس عليها. هذا مثل ما سوينا سابقا، الكتل متساويه، كاينتيك انرجي بوتنشال انرجي صفر، كيو صفر، كلها صفرناها وصلنا الى هاي النتيجه. مكان الاتش اي والاتش ايش عوضها؟ اتش 3 واتش 4 حسب القيم، قسمها على الكتله حتى يخلص من الكتله ومن الدوت. زين، صارت عندي اتش 3 واتش 4. طبعا انا هسه اقدر اعوض اتش 3 موجوده عندي واتش 4 كلهن طلعناهن فوق، واطلع قيمه الدبليو، لكن انا سويت حتى لا تصير هوسه علي، خليتها هسه مبدئيا، قلت بعدين هسه تشوفون شلون، لان انا عندي توربينين، فاطلع التوربين الثاني واجمعهم مباشره واطلع القيم. 5/6 خمسة ستة، منو خمسة ستة؟ هاي خمسة ستة، هاي خمسة وهاي ستة، يعني مال التوربين الثاني. أيضا إجى طبق القانون الأول ثيرموداينامكس، كذلك نفس الكلام، كتل متساوية، كاينتيك بوتنشال إنرجي صفر، كيو صفر، صفرها، طلعت عندي هاي المعادلة، صفت عندي، قسمها على الأم حتى يخلص من الأم دوت والدبليو دوت. صارت عندي هاي المعادله اللي هي H5 - H6، هاي منو؟ هاي تخص التوربين الثاني. زين، هسه من يقول لي ايش قد الدبليو توربين مال هذه الريهي سايكل، لازم اقول له هي دبليو توربين 1 زائد دبليو توربين 2، فخليتها بهالشكل. فهسه عوضنا هاي H1 - H4 وH5 - H6، هنا اجينا عوضناها مباشره، طلعنا قيمه الدبليو توربين منو؟ التوتال. هسه أنا إذا تذكرون بالمطلب هو راد من عندي الكفاءة، الكفاءة هي تساوي دبليو نوت على كيو ان، واضح؟ صافي الشغل على الحرارة الداخلية، صافي الشغل، هاي طلعنا صافي الشغل، عذرا طلعنا شغل التوربين، لأنه صافي الشغل هو شغل التوربين ناقص شغل الكمبرسر. هسه نشوفه بالأخير، البومب العفو، انا ما عندي كومبرسور، عندي بومب، شغل التوربين ناقص شغل البومب يعطيني صافي الشغل. فشغل البومب احنا
مسبقا لفوق طلعنا، وشغل التورماين هسه طلعناه الكلي مالي الاول والثاني، هسه بقى منو عندي حتى تكمل معادله الكفاءه؟ بقت عندي الكيو ان. هسه اذا تباوع كيو ان شباب وين تصير الحراره الداخله؟ الحراره الداخله بالبويلر والحراره الخارجه بالكوندنسر. هسه احنا الداخله بالبويلر، بويلر عندي 2 3 دخلت حراره، 2 3 دخلت حراره، باوع 2 إلى 3 تدخل حراره، وبعد رجعنا 4 إلى 5 هم تدخل حراره، 4 إلى 5، اذا معناتها مكان يعني يدخل بحراره 4 5 و2 3، فاحسب الكيو هنا والكيو هنا واجمعهن يلا يعطيني الكيو ان. طيب هسه 2 3 2 3 اجي اطبق عليها قانون اول ثرموداينامكس اللي هو شنو بويلر، طبق له القانون اول ثرموداينامكس اذا ترجعون الى الشابتر السابع اعتقد اللي هو من يخص الستيدي فلو. زين هذا الكلام كله اللي هو موجود قانون اول ثرموداينامكس قلنا كتل المتساوي كانت البوتنشال صفر، هنا أنا شغل صفر، هنا شغل هنا على كيو اكو لكن شغل يكون صفر لانه بويلر عباره عن تانكي، فالشغل صفر، صفرنا الكاينتيك البوتنشال وصفت عندي هذه الكيو. ايضا اجي اقسمها على الام حتى اخلص من عده، طلعت هذه الكيو ان سميتها 1 ليش؟ لانه عندي منطقتين بها كيو، فهي سميتها 1 هاي سميتها 2، مثل التورماين ايضا سميتها 1 و 1 و 2 ليش؟ لانه عندي تورماينين. طيب هاي الكيو ان و 1 طبعا ايضا اقدر اطلعها مباشره من الH3 والH2 موجودات عندي، بس انا حتى ما اسويها هوسه علي بالسؤال خليتها هسه حاليا. هسه جيت 4 5 قلت هنا 4 5 ايضا يصير بها كيو ان، ايضا حراره داخله بها، هاي 4 وهاي 5 دخل بالبويلر. فايضا اطبق القانون الاول ثرموداينامكس نفس الطريقه بنفس الترتيب السابق، فوصلنا الى الكيو 2 هي اتش 5 ناقص اتش 4. هسه الكيو ان توتال هو الكيو ان 1 زائد الكيو ان 2، فاجيت حوضتهم هاي الطريقة، اجيت حوضت القيم لان كلها موجودة كلها انا مسبقا حالها، فطلعت الـ Qn total. هسه الكثافة الكفاءة تساوي W net على Qn. W net هو W turbine ناقص W pump، W turbine ناقص W pump. شباب اذا تلاحظون هاي اعيد هاي الملاحظة، W pump من طلعناه فوق طلع بقيمة سالبة، وهذا صحيح ليش؟ لأنه شغل البمب هو شغل احنا نسوي، احنا ندخله للبمب فعليه شغل لازم يكون سالب. زين بس اتفقنا قلنا هذا الشغل السالب ما نعوضه سالب بس اذا احتاجيناه بالقانون الاول للثرموداينامكس، فقط اذا احتاجينا هنا نخلي هذا القانون الاول ثرمودينامكس هنا مثلا دبليو بامب، اذا احتاجيت اخلي هنا قيمه فقط هنا اخليها سالبه، لكن من اجي هنا هم دبليو بامب هم اخليه سالب؟ لا. ليش؟ لانه هو اصلا بالسؤال كاتب لي دبليو تورباين ناقص دبليو بامب، هو طارح لي اياه مسبقا، فانا اذا اجي اخليه هنا سالب راح يصير سالب في السالب يكون موجب، فتختلف عندي المعادله، فعليه الدبليو بامب اللي من يكون سالب او الكيو من يكون سالب فاعوضه سالب فقط في القانون الاول للثرموداينامكس، بقيه القوانين لا ما اعوضها لانه هو اصلا مسبقا مخليه للسالب. فدبليو نت دبليو تورماين كلها هاي موجوده عندي ناقص دبليو بامب خليتها على كيو ان خليتها طلعت لي الكفاءه مال المنظومه، وهذا المطلوب من عندي بالسؤال. شكرا جزيلا شباب.